في سؤال يطفو، ارتبطت بحليم أم لا؟ هذا هو السؤال. اليوم لما بنقول رغدة يعني بذهني إذا بعمل جوجل هيت شو هالكرسي العرش؟ أنا عمري ما يعني ما ها مش عارفينه أول العرش مرة يليق بك. كل ما نقول يعني بذهني نعمل جوجل لاسم رغدة، أول سؤال هيك كمان بيقول إنه هل مظبوط ما يقال أو يشاع؟ لأنه 14 شهر كنت بغرفة جنب غرفته للراحل أحمد زكي.